البرك المائية، القاتل الجديد الذي يقضي على أطفالنا في صمت. أطفال قصدوا البرك لاعبين فخرجوا منها للحياة فاقدين. فمسلسل الموت يستمر غرقا في البرك والسدود المائية، فبعد غرق طفلين في عمر الزهور بسد مائي وآخرين في برك وسدود أخرى، الدور جاء على تلميذ يبلغ من العمر 14 سنة. الطفل غرق في بركة مائية داخل ورشة لإنجاز السكنات بخنشلة بعد استغلالها رفقة أصدقائه للسباحة، أين وجد أعوان الحماية المدنية صعوبات في انتشال الجثة نتيجة تراكم الأتربة واللوحال. بعد عملية متكررة من الغطس دامت حوالي 10 دقائق وجدنا الضحية، قمنا بإخراجها. بالنسبة للمكان هذا عبارة عن حفريات خاصة بالبناء مملوءة بالمياه، تدخل هذا وجدنا فيه صعوبة كبيرة نظرا لبرودة المياه والوحل اللي واجهنا معه صعوبة كبيرة في إخراج الضحية. الحادثة كشفت الستار عن تهاون المقاولات ومؤسسة الإنجاز التي يدفع ثمن تقاعسها أطفال في عمر الزهور. نطلب من السلطات يديروا لنا حل الأوحال هذه. نورمال مديروا بروتكسيون ما كانش، لا شبايك لا حارس، ما كان والو، ونتأسفوا بزاف. رغم اللي صرا الشيء هذا اللي صرا، كي غرق طفل ولاو يفرغوا لنا في الماء بالموتور، هاكم تشوفوا هم يفرغوا. علاه ما فرغوش نهار الاول؟ ولان رمضان على الابواب وجل الاطفال يتخذون من هذه البركه ملجا للهو وملء الفراغ، وجب على السلطات التحرك للتخلص من هذه البرك من اجل منع حوادث مماثله قد تودي بحياه اطفال همهم الوحيد لهو ولعب.